السلام عليكم. نقترح عليكم هذا التمرين للتعرف على بعض خواص الليف العصبي. نقترح عليك الدراسة التالية: تركيب تجريبي، ليف عصبي فوقه قطبي تسجيل قاف واحد وقاف اثنين، وراسم الاهتزازات المهبطي اللي هو الأوسيلوسكوب. إذن في الزمن زي صفر نضع المصريين قاف واحد وقاف اثنين على سطح الليف العصبي زي صفر من هذه النقطة إلى هذه النقطة، إذا يكون المصريين على السطح. الآن في الزمن زي واحد نضع المسرى قاف واحد داخل الليف العصبي، يعني راح ندخل قطب أو مسرى داخل الليف العصبي في هذه المدة خلال زي واحد. في الزمن زي اثنين بين هذه النقطة إلى هذه النقطة راح نحدث تنبيها فعالا، هوليك التنبيه في النقطة ميم. النتائج المحصلة عليها قلنا موضحة في الوثيقة هذه. إذا احنا شفنا التركيب التجريبي، بعدها نعاود نشوف التركيب التجريبي ونقارنها بهذا الوثيقة. قلنا حل المنحنيات الوثيقة اثنين. أولا ماذا يمثل كل من الجزئين سين وعين؟ سين وهذه الحالة، هذه الحالة عين الحالة الثانية. حلل المنحنيات الوثيقة اثنين، إذا هذه الوثيقة اثنين سوف نحلل المنحنيات تاعها، ثم استنتج خواص الليف العصبي التي يظهرها كل من الجزء سين والجزء عين. نبدأ الآن ب المرحلة الأولى في الزمن زي صفر نضع المصريين قاف واحد وقاف اثنين على سطح الليف العصبي. إذا نأتي إلى وضع قاف واحد ثم قاف اثنين على الليف العصبي. ننبه تنبيه ضعيف لا يحدث شيء، تنبيه متوسط ولا شيء، تنبيه قوي أيضا، حتى المؤشر يدلنا على صفر. إذا التنبيه أو المؤشر لم يتحرك، بقي في الصفر كما وضحته لنا، لا يوجد حركة للمؤشر، إذا هنا يكون الكمون معدوم. الآن في الزمن زي واحد نضع المسرى قاف اثنين داخل الليف العصبي. إذا نقوم بالتجربة. إذا نأخذ قاف اثنين ندخله في الليف العصبي، نلاحظ هناك مؤشر يؤشر إلى ناقص 70، كان في النقطة صفر، بعد إدخال القطب داخل الليف العصبي سجلت لنا نقطة ناقص 70 ملي فولت. هناك تسجيل بمعنى كانت الشحنات متشابهة، إذا عندما يكون تشابه في الشحنات لا يكون هناك كمون. أما القطب الثاني عندما أدخلناه داخل الليف العصبي المنحنى أو المؤشر تحرك إلى نقص 70، هذا دلالة على أن هناك فرق في الإشارات، هناك فرق في الكمون. إذا إشارة موجبة على السطح، وبالتالي استنتجنا أن هناك إشارة مختلفة اللي هي سالبة بالداخل. بالنسبة إلى المرحلة أو الزمن زي اثنين اللي هو نسموه كمون العمل، زي صفر كمون معدوم، زي واحد كمون الراحة، زي اثنين كمون العمل. ماذا حدث في كمون العمل؟ في كمون العمل عندما نحدث تنبيه هكذا، لاحظ الإشارات، لاحظ التي كانت بالسطح موجبة تصبح بالداخل سالبة، والتي كانت بالداخل سالبة تصبح موجبة. شحنة دخلت بالداخل والأخرى خرجت إلى السطح. إذن هنا نقول حدث ما يسمى بزوال الاستقطاب. زال الاستقطاب بمعنى كانت موجبة على السطح وسالبة بالمقطع أو بالداخل، زال الاستقطاب. هذه في المرحلة الأولى، يعني في هذا اللي هو باللون الأزرق. إذن هذا اسمه
زوال الاستقطاب، بمعنى الشحنة اللي كانت بالداخل أصبحت بالخارج، واللي كانت بالخارج أصبحت بالداخل. بمجرد مرور السيالة العصبية، بمجرد مرور السيالة العصبية على تلك النقطة، لاحظ هذه النقطة، سوف نراها بالبطيء. لاحظ، سوف تعود إلى أصلها، كانت موجبة أصبحت سالبة ثم عادت إلى أصلها، لذلك نقول لها عودة الاستقطاب، رجعت إلى ما كانت عليه، وبالتالي سجلنا هذا المنحنى أو اللي باللون الأحمر، إذا هذا عودة الاستقطاب. بصفة عامة كمون العمل هو هذا اللي بالأزرق اللي نسموه زوال الاستقطاب، وزائد عودة الاستقطاب اللي باللون الأحمر. إذا ناقص 70 يمثل كمون الراحة. تنبيه الفعال، هذا زوال الاستقطاب في كمون العمل، عودة الاستقطاب في كمون العمل. ومنه ماذا يمثل كل من الجزئين س وعين؟ الجزء س هو كمون معدوم زائد كمون الراحة. س س هو كمون معدوم زائد كمون الراحة. أما عين فهو كمون العمل. ثم استنتج خواص الليف يظهرها كل من الجزء س والجزء عين. أولا درسنا في الجزء س، الجزء الأول اللي قلنا كمون منعدم، إذا هنا قلنا فقط أن السطح مشحون بإشارة زائد. لما أدخلنا القطب 2 حدث فرق في الكمون، هذا دلالة على وجود اختلاف في الإشارات. إذا هنا قلنا بأن الليف العصبي مشحون أو مستقطب، يعني فيه شحنتين، الموجبة على السطح والسالبة بالداخل. إذا هذه الخاصية الأولى، أن الليف العصبي مستقطب أو مشحون كهربائيا. الآن في التجربة أو في الخاصية الثانية اللي في عين، استنتجنا أنه عندما قلنا أن الليف العصبي عندما ينبه تنتقل على مستواها الرسالة العصبية، وبالتالي نقول أن الليف العصبي قابل للتنبيه الكهربائي، وهو يحدث على مستوى أو مولد لكمون العمل وناقل للرسالة العصبية.